السيد الرئيس عقد امبارح مباحثات قمة موسعة مع رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دكخو، وأكد سيادة الرئيس حرص مصر على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وقال إن مصر أصبح عندها بنية أساسية متطورة ومكتملة العناصر على أعلى مستوى تم تشييدها خلال السبع سنين اللي فاتوا، وبتتيح التعاون مع والشراكة الفعالة في كل المجالات الطاقة. عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة بروكسل مباحثات قمة موسعة مع رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دوكرو، وذلك بحضور وفدي البلدين. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس وزراء بلجيكا رحب بالسيد الرئيس في أول زيارة له إلى بروكسل، وكذلك بمشاركة سيادته في القمة الأفريقية الأوروبية السادسة بهدف تكثيف الجهود المتبادلة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي. وعلى صعيد العلاقات الثنائية، حرص السيد دوكرو على الإشادة بما حققته مصر في مجال التنمية والمشروعات القومية الكبرى، وهو ما ساهم في تحفيز الشركات البلجيكية على العمل في مصر للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة.